عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. اهلا بكم من جديد في قناة فيوري سر واي تي. طيب احنا دلوقتي هنكمل برضه تأكيد يدوي بالنسبة للروس. الروس نجيب الميكس بتاعنا بقى الحلو ده، بسم الله ما شاء الله. ناخد المقدار على قد التور اللي معانا. لو هو طير واحد بس يبقى مقدارها ايه، صغيرة من دي كده. لو هو طير واحد زي دي كده بالظبط، قد كده، ده المقدار كده، تمام؟ في الايه؟ في الكوباية بتاعتي. على مقدار معلقتين من دي أو معلقة كبيرة من المية، وأحطها على الايه؟ على الميكس بتاعي، وبعد كده أبدأ أأكل. هنعرف دلوقتي هتأكل ازاي إن شاء الله. طيب هو المقدار اللي أنا حطيته دوت ده مش هيكفي بالنسبة للايه؟ للفروخ اللي عندي، لأنه ما شاء الله كمية. طيب أنا دلوقتي أنا عندي السرنجة بتاعتي اللي هي وليكن مثلا هي دي 5 سنتي. لو هو فرخ واحد هديله ثلاثة من 2.5 لـ3، ده لو فرخ واحد. طبعا حسب السن، لو هو مثلا سنه من 15 يوم يبقى ياخد 3 سنتي، من 2.5 سنتي لـ3 سنتي حسب الحويصلة بتاعته. في على فكرة طير برضه بيبقى الحويصلة بتاعته كبيرة، وفي الطير التاني بيبقى حويصلة صغيرة. في طير برضه بعض الطيور الحويصلة بتاعته ما تاخدش إلا 1.5 سنتي بس، فمش كل الطيور تاخد 3 سنتي، ومش كل الطيور تاخد 2.5 سنتي، ومش كل الطيور تاخد اللي هو 1.5 سنتي. احنا بنقص الاول على حسب المقدار، يعني مثلا انا بدي الاول سنتي في 2 سنتي، في 2.5، في 3. لو الحويصلة بتاعته كفت ان هي تدي لـ3 سنتي بديله 3 سنتي، لو كفت ان هي تدي لـ2 سنتي بديله 2 سنتي، لو كفت ان هي تاخد 1.5 سنتي يبقى هو كفاية 1.5 سنتي. طبعا كل ما الطير سنه بيكبر كل ما الزوجه بتاعه الاكل بتاعته بتكون تقيله شويه، وكل ما يكون صغير كل ما يكون يعني ايه يبقى الاحسن ندي الميكس بتاعنا يكون طري جدا، يعني قريب من الميه كده، بحيث ان هو برده الطير يستفاد من الميه اللي فيه، ويستفاد من الايه، من الاكل برده اللي فيه. فأنا هخليه لازق دلوقتي شوية، بحيث لأن الطير عندي ما شاء الله كبير دلوقتي، داخل على عمر 28 يوم تقريبا 28 يوم. انت بتعمل ايه بقى؟ عايز اعرف انت عايز ايه بالظبط. لا تعال هنا، تعال تعال ابعد عن الكاميرا، تعال تعال تعال. ايوه بالظبط كده، خليك بعيد. حتى ما شاء الله الطير الكبير برضه اللي عليه اقبال بالنسبة للميكس دوت بيحبه، يعني هو المفروض يتفطم، هو المفروض ياكل حبوب دلوقتي، هو ما شاء الله برضه بياكل حبوب، بس لما باجي اعمل الميكس دوت فيه طعم كده بيجذب الطير، فما شاء الله يعني اي طير بيحبه. طيب كده تمام خلاص، نبتدي ايه بقى التأكيل بتاعنا. بسم الله. طبعا يا جماعه لازم ايه المبسم بتاعي لازم يكون معقم كويس بالميه السخنه او الميه الدافيه، لازم يتعقم كويس جدا، عشان لو في بقايا اكل فيه، او في مثلا اي بقايا اكل، او في مثلا ممكن يكون وقع منك ولا حاجه، او اللي حصل مثلا فيه جه فيه تراب، جه فيه اكل مثلا كان ناشف فيه، فلازم ايه كل دوت يتفك. عايز ياكل تعال، لا تعال 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 تعال، انزل انزل تعال براحتك. روزي تعال 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 تعال. دايما دلوقتي احنا بنعود الروز ان هو ايه، بيجي علينا
احنا الاول كنا بنديله اب فايه وهو واقف مكانه، دلوقتي انا عايز اعوده عليا ان هو يجي لي على طول، بحيث ان اول ما انده لي ويجي على طول. بديله طبعا الاشاره بتاعت بتاع صبعي كده، اقول له تعالى، وايه ودي بقى تعالى 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 تعالى، لا مش هجي لك تاني، تعالى تعالى انت تعالى تعالى روزي تعالى 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 تعالى. لازم اديله اشاره صبعي بحيث اصبر بس، لازم اديله اشاره صبعي بحيث ان يعرف ان دي تعالى، يعني حتى لو هو برضه من غير السرنج اول ما اعمل كده يعرف ان هو ايه يجي على طول. يلا تعالى 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 تعالى. روزي 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 تعالى. ايوه برافو عليك، تعالى يا تعالى 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 هنا تعالى هنا. يلا يلا تعالى 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 تعالى. بقرب السرنجة منه شوية بحيث انه هياكل، اديله بس سنة بسيطة يونت، حتى مش سنتي كمان. وبعد كده ابعد السرنجة شوية، يدوق الأكل يقوم جاي على طول. يلا تعالى 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 تعالى. روزي روزي تعالى 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 تعالى. انت الدرجه دي مش عايز تيجي يعني، صعب عليك قوي انت تتحرك مكانك. يلا تعالى هنا تعالى هنا تعالى تعالى تعالى. روزي 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 روزي. احنا ممكن لما نطلع اخوه بيسمع الكلام شويه، ممكن هو لما يجي على طول التاني. تعالى تعالى روزي روزي تعالى تعال 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 تعال. بص تعال 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 يلا تعال. لازم نعرفه ان هنا في ايه. تعال 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 تعال. روزي 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 روزي. تعال تعال تعال. زي ما قلنا ان يكون المكسب من يمينك انت لشمال، لايه؟ لشمالك، ومن شمال الطير ليمين على طول عشان يدخل في مجرى الاكل، ما يدخلش في مجرى التنفس. الفيصلة كده كويسة بالنسبة ميزه كبيره يعني. تعالى تاني كيوي، تعالى يا روزي تعالى يا خد تعال. انت اللي كلت ولا اخوك؟ اخوك اللي كلت. خد بسم الله.
في طيور معايا بتستجيب، في طيور ايه لازم تاكلها غصب عنها، بحيث ان هي ما بتستجيبش بنفس المعنى، بتستجيب بره النفس ماشي، لكن النفس نفسه بيبقى بالنسبه لها صعب شويه. يعني ممكن برضه كده مش ترجع نفسها كده تعال تعال خد، هي هو دلوقتي مقلب ان انا امسكه واكله من نفس تاني. تعال تعال ممكن برضه ان انا اكله بالسرنجه كده، بسن السرنجه كده اجيبه ايه، اجيب امسك الطير كده نفسه من عند النقط كده وامسكه وادخل السرنجه كده لو بالعافيه حتى. بس الاكل بتاعي انا انزله له يعني ملي بملي، مش حتى سنتي بسنتي، بحيث برضه ان هو يدوق الاكل ويعرف طعمه ايه، وبعد كده يستجيب ان شاء الله بالنسبه للاكل. تعال 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 اقف هنا، برضه الاسترالي نفسه كده برضه الاسترالي عشان بس الاهالي، انا بساعد الاهالي معاهم في التأثير عشان ميبقاش تعب على الاهالي نفسه، يعني بديله حوالي سنتي بالظبط. أكتر من سنتي الاسترالي بالظبط، يعني الاسترالي بالظبط سنتي. تعال 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 روح تعال هنا تعال مالكش دعوة بيه. ضربك معلش بيشتكي منك اهو، بس بقى